هقول ايه في يوم زي ده؟ بنتكلم الاثنين 8 مارس 2021، هذا اليوم المميز للمرأة في العالم كله، مش بس المرأة المصرية. كل سنة وكل أم وكل فتاة بخير يا رب دايما، ودايما كده بتدي نوع جميل ما بين المزيج بين القوة والحنان للعالم كله مش بس لأسرتها. صباح الخير يا كريم. صباح الفل عليكي، وبما ان انت سفيرة المرأة المصرية في 10 الصبح في الأهلي، بقول لك كل سنة وانت طيبة، وكل سنة وكل ست في مصر طيبة، كل أم وكل أخت وكل زوجة وكل ابنة وكل زميلة وكل جارة وكل امرأة وفتاة مصرية، يعني من قديم الأزل وعبر التاريخ وعبر الزمان، وخصوصا في الأوقات الصعبة لازم تكون دايما بتسيب بصمة، وبصمة لا تخطئها العين. أنا مبسوطة إن احنا بنسمع الكلام ده من رجل مصري أصيل حقيقي. التقدير شيء يعني بيكون في غاية الأهمية، وكمان بيدي كده دفعة جميلة لأي امرأة، لأن هي خلينا نقول الحقيقة والواقع بصراحة، هي دايما بتكون شايلة على كتافها حمل كبير جدا. طبعا الراجل ليه دور عظيم جدا، ولكن الأم بيبقى ليها أدوار أخرى ومختلفة، وزي ما بنقول كده الحمل الثقيل بيكون على ظهرها. خليني اقول لحضراتكم، طبعا بمناسبه اليوم ده احنا خصصنا كل الفقرات الحديث عن المراه، معانا 3 فقرات النهارده هتبقى عن المراه والرياضه بمناسبه اليوم العالمي للمراه، فقره عن الفتيات هم مصورات في ساحات الملاعب، فقره اخرى عن النساء في عالم الكره هيكون معانا اسراء عوض لاعبه كره قدم، وفقره مع الكابتن شريهان سامح كابتن النادي الاهلي منتخب مصر سابقا للكره الطائره، وحاليا هي عضو اللجنه المؤقته للاتحاد المصري للكرة الطائرة. جميل جدا ان احنا نسمع يعني كلام زي كده، او ان في سيدات مصريات وصلوا لبوزيشنز او لمراكز زي كده حقيقي. طبعا تاني نرجع ونقول كل سنة وكل ست مصرية بخير وفي احسن صحة وفي احسن حال، يا رب كل سنة وحضراتكم جميعا طيبين وبخير وفي سعادة. ده طبعا بيكون يوم يعني بنحتفل من خلاله بمناسبة مهمة جدا، والحقيقة ما ينفعش نكون ان احنا حصرينها على يوم واحد بس، حتى في مصر بصفة خاصة، يعني احنا العالم كله بيتعامل على ان الشهر بالكامل بيحتفل من خلاله بالمرأة في كل دول العالم، لكن احنا عندنا في مصر دايما في ناس كتير ما تعرفش عن الشهر ده غير يوم 21 مارس اللي هو عيد الأم. فلا الحقيقة دي فرصة عظيمة ان احنا نحتفي ونحتفل بالمرأة المصرية في كل مكان، ونحتفل بإنجازاتها وبتضحياتها. زي ما كانت نواند بتقول لحضراتكم من شوية، هي فعلا طول عمرها حمالة أسية وطول عمرها سند يعتمد عليه، وبالمناسبة في كتير جدا من الأسر المصرية السند الحقيقي فيها هي الست ومش الراجل لاعتبارات كتير او لاسباب مختلفه. فالست المصريه طول عمرها بتتحمل حاجات صعب تلاقي اي ست تانية في العالم تستحمل كواليتي الضغوطات دي، يعني حتى صح. لو مش نفس الكم بس النوعيه نفسها، لا الست المصريه جدعه. خلينا نلخص كل ده، فعلا ست جدعه. صحيح. ويمكن زي ما كريم قال احنا هننتهز اليوم ده النهارده علشان نعيد على كل النساء في العالم كله، ولكن كمان اكيد هنبقى عايزين ان احنا نقول يعني رساله، او يعني خلي ما زي ما بيقولوا كده ايه، نوري حضراتكم قد ايه المراه قدرت ان هي كمان تحصل على حقوق في هذه الدوله. انا هتكلم بقى عن مصر تحديدا، مش هتكلم عن العالم كله، لان احنا بنتكلم في مصر، وعام 2020 تحديدا هو عام حصول المراه على حقوقها، ولو هتكلم تحديدا القانونيه والسياسيه، يعني احنا بنتكلم في انجاز حقيقي بيتم على ارض الواقع، مش بس فكره دعم هنا معنوي، لا في حاجه على أرض الواقع بتتم. ولازم خلينا كده نبدأ يا كريم ونقول سبب أصلا التسمية واختيار اليوم ده ليه. خليني أرجع مع حضراتكم بالتاريخ شوية، العام 1856 كان في مظاهرات للعاملات في المصانع في أمريكا، كانوا خرجوا معترضين على ظروف العمل هناك، ونجحوا إن هم يغيروا القوانين وقتها. تم الاحتفال باليوم القومي للمرأة بقى في أمريكا ده لأول مرة، كان يوم 8 مارس عام 1909. خلينا نقول تحية للعاملات والنساء بشكل عام، واليوم العالمي للمرأة. خلينا النهاردة كمان نقول حاجة في غاية الأهمية، لما تيجي تتكلم كده بقى عن القيادة السياسية وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لازم نقول له شكرا على الاهتمام بدور الست المصرية والحفاظ على حقوقها، وحرصه كمان على تكريمها دايما والاهتمام بإنصاف الست المصرية، ده واقع مش كلام. وكمان في دراسة تمت للقوانين، قوانين الأحوال الشخصية الجديدة، اللي الرئيس دايما بيقول أنا أكبر منصف للمرأة المصرية. تخيل لما انت تبقى في دولة الرئيس بيتحدث بهذه اللغة، فأكيد أكيد في أوضاع كتيرة جدا بتتغير وبتتبدل، وده بيأثر في النهاية على الثقافة المصرية. فتحية كبيرة جدا يعني سيادة الرئيس، وتحية كبيرة جدا لأي شخص حقيقي بيدعم فكرة هنا تغيير القوانين وتحسين حياة المرأة المصرية. والحقيقة برضو كلمة حق لازم تتقال في أكتر من مناسبة وفي أكتر من احتفالية، لوحت بشكل ما فيهوش مساحة يعني ان انت ما تاخديش بالك منه، فعلا تقدير واحترام يعني في منتهى
الجمال من السيد الرئيس للفتاة المصرية، المرأة المصرية العاملة، اهتمامه بقضايا المرأة، اهتمامه بالغارمات، يعني في ملفات أيوة كتير قوي بتأكد انه فعلا في اهتمام كبير جدا من قبل القيادة السياسية بالمرأة المصرية. طبعا النهاردة فرصة عظيمة عشان نحتفي بالمرأة وبإنجازاتها وبتضحياتها في مختلف دول العالم، وبطبيعة الحال في مصر تحديدا زي ما كنت بقول لكم من شويه طبيعه المراه المصريه بتختلف الى حد كبير عن سيدات العالم كله فيما يتعلق به ان هي حماله اسيه بالمعنى الحرفي للكلمه. عشان كده كمان للمره الاولى في تاريخ مجلس النواب بيشهد تواجد 142 سيده ضمن مقاعد القوائم والفردي وايضا التعيين. ده طبعا حصل امتى؟ بعد اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدور السيده والمراه المصريه في المجتمع. بعد ما كان مخصص لها 10 مقاعد فقط في البرلمان، تم التعديل الدستوري في 2014 لتتحقق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية، على أن يخصص ربع عدد مقاعد مجلس النواب للمرأة المصرية، وكان عدد السيدات في برلمان 2015 لا يتعدى 90 سيدة فقط. كمان لازم نتكلم عن نجاح المرأة في مجال الرياضة اللي فرضت في نفسها بمنتهى القوة على مدار التاريخ. يمكن في الرياضة المصرية والعالمية بنجد سيدات وفتيات حققوا إنجازات عديدة تم تخليدها في سجلات المسابقات الرياضية في مختلف الرياضات، فتحية للمرأة في كل مكان في العالم. حلو جدا النقطة بقى اللي انت ذكرتها هنا، المكاسب السياسية زي ما كنت بقول لحضراتكم في البداية، في مكاسب قانونية، في مكاسب سياسية، في مكاسب اجتماعية، في مكاسب يعني خليني اقول توعوية. ولكن لو هنتكلم بقى تحديدا عن البرلمان زي ما كريم ذكر كده، احنا بنتكلم من 95 سيدة تقريبا كانوا في عام 2015 او برلمان 2015 لدلوقتي 142 في برلمان 2020. ده ان دل على شيء يدل على يعني دعم القيادة السياسية وفكرة تغيير الثقافة في مصر، ده شيء عظيم جدا. خليني بقى ارجع معاك للتاريخ، اصلا امتى المراه اخذت حق الترشيح والانتخاب؟ ده كان في دستور 1956 اصلا، يعني قبل هذا التاريخ ما كانش المراه لها اي دور ولا كانوا بيعترفوا فكره ان هي ترشح نفسها او ان هي تنتخب او غيره. فمن سنه 1956 بدات المراه المصريه الحصول على حقوقها، وبالتالي طبعا تدريجيا مع مرور السنوات بدات في الحصول على المزيد والمزيد من الحقوق، حتى وصلنا دلوقتي ان احنا 142 في برلمان 2020 يعني سيدة. فحاجة أكيد، وده غير خلي بالك كمان الوزيرات في الوزارة طبعا. يعني برضو ما شاهدناش هذا الكم من السيدات اللي أثبتنا يعني شديدة. نفسهم يعني بمنتهى الفعالية، مش مجرد يعني إيه منصب وخلاء كل واحدة فيهم على حدة، عاملة شغل 10/10 الحقيقة. تحية كمان للوزيرات المصريات، حي كل سنة وأنتم طيبين ودايما كده بتقدموا لمصر يعني المزيد والمزيد من التقدم. خليني بس كمان بما إحنا ذكرنا كده أمثلة نرجع برضو لرائدات مصريات ما ينساهمش أكيد التاريخ. لو هنتكلم مثلا عن أول عالمة ذرة، تخيلوا حضراتكم أول عالمة ذرة كانت مصرية، السيدة سميرة موسى، مثال رائع جدا. عندك كمان مفيدة عبد الرحمن وهي أول محامية، عندك كمان صفية زغلول وهي زي ما بيقولوا كده رمز الثورة، كان بتلقب بأم المصريين، يعني وأسامي كتيرة جدا، يعني هو مش بس اللي احنا ذكرناهم، أكتر من كده بكتير نساء فعلا يعني هيخلدهم التاريخ لحد هذه اللحظة وقدموا كتير جدا للمرأة المصرية. خلينا بقى ننتقل للرياضة زي ما كريم أنهى كلامه في الخبر اللي فات، ونتكلم هنا عن الرياضة والمرأة، وده عنوان يمكن احنا دايما بنكون حريصين ان احنا نشتغل عليه في 10 الصبح في الأهلي بشكل مستمر. بنهتم أكيد بإنجازات المرأة الرياضية، وبتكون كمان عندنا ضيوف كتير في الفقرات سيدات حققوا إنجازات رياضية. وزي ما قلنا في بداية الحلقة النهاردة معانا 3 فقرات هنتكلم مش بس على الإنجاز اللي وصلوا له، لا رحلتهم بقى كلها لغاية هذا المنصب. زي الفل. طيب عايزين برضو بمناسبة الكلام عن اليوم العالمي للمرأة لازم نتكلم عن النادي الأهلي وعلاقته بالعنوان ده ايه. الحقيقة النادي الأهلي ليه أنشطة كتير جدا ومتنوعة يعني بيهتم من خلالها بالمرأة، مش بس على الجانب الرياضي أو على الصعيد الرياضي، كمان على الصعيد الاجتماعي والتثقيفي، ودي نقطة في منتهى الأهمية. من ضمن لجان النادي الأهلي في لجنة مخصصة للمرأة بتقدم خدمات بشكل مستمر وبتعمل حاجات كتير قوي تثقيفية وأنشطة مخصصة بالكامل للمرأة وللأسرة المصرية داخل يعني إطار النادي الأهلي. هنشوف مع حضراتكم تقرير مع عضوات لجنة المرأة بالنادي الأهلي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، ونرجع نكمل كلام. دور المرأة داخل النادي الأهلي قامت بالعديد من الأنشطة. لو كلمنا كلجنة مرأة شرفت بأن أنا توليت مسؤوليتها، يعني
أهم حاجة بتعملها حاليا في الفترة الحالية هو ملف محو الأمية. ملف محو الأمية بتفخر المرأة في النادي الأهلي المعلمة اللي طلعت من قلب النادي تعلم الرجال إنها تكون أحد وسائل التنمية الثقافية والوعي العلمي في بلدنا، وطبعا في نادينا العظيم اللي هو بيعتبر جزء مهم جدا من الدولة وهو نادي الوطنية. المرأة الأهلوية قامت بعملية تعليمية ناجحة، والحمد لله بفضل من ربنا قريب جدا الناس هتاخد شهادات محو الأمية. احنا كأعضاء في النادي الأهلي في لجنة مرأة بقيادة أستاذة أنهار بنعمل أنشطة كتير قوي في النادي خاصة بالمرأة. عملنا مثلا الندوة بتاعت ليلة العنف ضد المرأة، واستضفنا المجلس القومي للمرأة على أساس ان احنا نعمل توعية لبنات النادي وسيدات النادي حقوقهم وواجباتهم، ولو حصل لهم أي نوع من أنواع العنف يعملوا ايه. احنا الحمد لله كنادي اهلي دايما بندعم دور المرأة سواء في المجتمع سواء داخل النادي. دايما عندنا هدف ان المرأة تبقى واخدة حقوقها، مش عنف بس، مش تاخده بعنف يعني، بس تبقى واخدة طبيعي جدا. دايما عندنا فكر ان المرأة لازم تشارك في فعاليات اكتر، ولازم نعمل لها نشاطات اكتر سواء اجتماعية سواء مجتمعية. دايما عندنا في نظرة ان احنا لازم في النادي يبقى لينا دور مجتمعي. والله المرأة في النادي الأهلي بتحاول تقدم حاجات تبقى تسعد المرأة وتسعد الأسرة بشكل عام، وتشغلها تشغل وقتها بحاجة كويسة. وبداية من محو الأمية اللي هو شغال دلوقتي للعاملات والعاملين بالنادي، إلى أفكار تانية كتيرة جدا بإذن الله هتبقى ليها صدى حلو يعني. وبرضو فيها أنشطة تانية فيها استمتاع يعني، مش لازم كله يبقى جد يعني، في حاجات بتبقى ممتعة ومسلية يعني. المرأة المجتمع كله، كمان الدولة المصرية بتوجه كل حاجاتها للمرأة، من طبعا من أول سيادة الرئيس. والنادي كمؤسسة مصرية النادي الأهلي فهو مثال، أكبر مثال للمرأة المصرية، من أول كابتن الخطيب باهتمامه بملف المرأة، من أول لجنة المرأة ودورها في النادي وكل حاجة. نسألهم طبعا هي محتاجين إيه، التواصل مع الأعضاء بصفة مستمرة. زي أهم حاجة يعني إحنا عملنا مثلا مؤتمر بلا سرطان، وعينا لناس يتكلموا إزاي عن البريست كانسر، إزاي ياخدوا بالهم منه، إزاي يكتشفوه مبكر وأثار الاكتشاف ده. كنا أول نادي في الشرق الأوسط يعمل كده. طبعا لجنة المرأة هي طبعا مختصة بالمرأة في المقام الأول، بس طبعا إحنا برضو اهتمنا بالأسرة، عملنا أنشطة كتيرة قوي كان الأسرة ليها دور فيها. كان مثلا عملنا احتفالات أكتوبر وتكرم فيها لواءات كبار في النادي، وطبعا شفنا كمية الناس كتيرة جدا من النادي اللي تكرموا اللي شاركوا في حرب أكتوبر. بالنسبة لدور النادي الأهلي ودور المرأة في النادي الأهلي ودور لجنة المرأة في النادي الأهلي، يعني مش عايزة بالغ بس هو دي الحقيقة، هو دور مجتمعي كبير جدا يعني، بيخاطبوا بتهيألي فئات الناس لدرجة العمال اللي موجودين زي ملف زي محو الأمية حتى ده دخلوا في تفاصيله كلجنة مرأة. بالفعل الهيئة العامة لتعليم الكبار جت وعلمت كل العمال الموجودين بتطوع من أمهات النادي الأهلي وسيداتها اللي هم مش جوه اللجنة. طبعا احنا في لجنة المرأة بنعمل عديد من الأنشطة عشان نبسط برضو مش المرأة بس، على المستوى النادي كله. فبنعمل أيام ترفيهية بيشارك فيها المرأة والطفل وكل الناس يعني اللي في النادي. دور المرأة طويل قوي قوي قوي، مش محتاجة ان هي يوم مرأة عالمي ولا لا، مصر من زمان خالص والمرأة هي واخدة حقها وزيادة يعني، وهي اللي بتعمل، هي اللي بتجيب حقها يعني، هي اللي بتكافح. من عشان كده لما بتلاقي مرأة في قيادة ولا حاجة، لان هي اصلا خدت حقها بصعوبة، فبتحاول ان هي دايما تبقى كفء وبتعمله على أكمل وجه يعني. كنت لسه بحكي الكريم دلوقتي ان انا بحب اتابع برضو ردود الافعال والمتابعين بتوعنا على تويتر. حد كان بعت، هو تحديدا اسمه استاذ احمد عادل، بيقول يا جماعه مقدمه اكتر من رائعه، تحيه للمراه المصريه، ولكن انا عايز اسالكم سؤال، ما هو سر المراه؟ اقول لك انا بقى سر المراه. بص يا سيدي،
المرأة مش عايزة غير حاجتين، أولاً يكون في راجل جنبها أو في ظهرها، تاني حاجة يكون في حنان ونوع من التواصل الجيد معاها. يعني أي ست في الدنيا هي مش عايزة غير حاجتين دول من الرجل، لأن هي عندها ما يكفيها من ضغوطات زي ما احنا اتكلمنا، فعايزة تحس أن في حد في ظهرها، مش حد يعني متطلب بس ومش بيديها حقها أو حتى بيطبطب عليها آخر اليوم. صحيح. صدقوني الحنية مع المرأة مفتاحها، يعني لو عايزين من الآخر الحنية مع المرأة هي المفتاح. عامل المرأة بحنية، حسس المرأة أن أنت راجل في ظهرها، وسيب الباقي عليها. مش هقول أكتر من كده، عرفنا المعلومة وإيه من المنبع، يعني المصدر كده الرئيسي. ولو في أي سيدة تختلف معايا ابعتولي، بس أنا متأكدة أنكم كلهم هيتفقوا معايا. قد يكون برضو جزء من سر المرأة هو استحالة أن الواحد يعرف سرها. لا لا، ده كلام بقى روايات. بالعكس بالعكس بالعكس، ده في مليون قصة واقعية والله في الحياة يا كريم، وعبر التاريخ فيها رجالة قضت عمر كامل بتحاول تفهم هي المرأة عايزة ايه. والله المرأة بسيطة جدا جدا، بس هي عايزة بس اللي انا قلت لك طبعًا عليه ده طبعًا. بس يعني الدعم من الراجل، لان دي طبيعة، يعني احنا اتخلقنا كده، احنا اتخلقنا احنا الاثنين في احتياج لبعض. فالست بما ان الراجل هو تقريبا، يعني مش تقريبا، هو الاقوى، هو المفروض يحتوي، فالمرأة عايزة ده بس، وهي هتعمل كل حاجه تانية ربنا برضو مكلفها. وده على فكره مش تفضل من الراجل، المفروض ده عن الجداره وعن استحقاق، يعني ده واجب عليه. انت عارف يجي بقى بمناسبه الكلام ده يقول لك الاوضاع اختلفت دلوقتي، السترونج اندبندنت وومن ومش عارف ايه. خليني اقول لحضراتكم، طبعا في نماذج يعني مختلفه، ولكن في العموم الست ليه بقت كده؟ لان هي مش لاقيه دور الراجل في حياتها. يعني ما فيش ست في الدنيا ربنا خلقها على فكره هتبقى عايزه تنزل وتشيل على ظهرها كل حاجه، بالعكس هي بتضطر انها تعمل كده. طب اقول لك على حاجه يا كريم برضو، يعني وفقا، بس دي دراسه 2018 اتعملت، طبعا ممكن يكون في دلوقتي تحديث لهذه الدراسه. الدراسه دي كانت بتقول لك ان 3.3 مليون اسره بتعولها امراه او سيده، فتخيلوا حضراتكم هذا الرقم الكبير. يعني وممكن يكون بقى الاسر دي الرجل مش موجود او متوفي او في طلاق او هو قاعد ما بيشتغلش، يعني كل الاحوال موجوده. فالست برضو لو لقت الحياة اللي ربنا خلقها عشانها، ممكن جدا ان هي تتنازع عن فكرة ان هي تشيل وهي اللي تبقى الراجل في كل حاجة، بس ده مش معناه ان هي ما تشتغلش، لان برضو الشغل موضوع تاني. امال احنا كنا ليه من اول حلقة عمالين نقول ان الست المصرية حمالة أسية، وكواليتي الضغوطات اللي هي شايلاها على كتافها وعلى ظهرها صعب تلاقيها في اي حتة تانية في العالم، ولو لقيتيها مش هتلاقيها بنفس النوعية بأي حال من الاحوال. المرأة المصرية دي تألف فيها كتب الحقيقة، لان فعلا ميكس عجيب جدا ما بين الرقة والحنان والدعة والبساطة، وفي نفس الوقت القوة والصلابة عند اللزوم. صح. ووقت إن شاء الله وقت الحرب تلاقي الست المصرية في مقدمة الصفوف، مش ملهاش مكان في الصف الأول، تلاقيها بتعمل دور ما يفيد اللي بيحصل، فهي عمرها ما كانت منسلخة عن اللي حاصل. بعدين حتى جملة ان المراه هي نصف المجتمع، لو ركزنا في الجمله دي هتلاقي ان بالعكس ده هي المجتمع كله، ما هي اللي هي اللي بتجيب النص الثاني اساسا، بتجيب وبتربي النصف الاخر. بالظبط. نرجع ونقول كل سنه وانت طيب. انت طيب يا كريم، مش لاقي هدايا ولا اي حاجه؟ لا اله الا الله، لازم نطالب بالتقصير يا اكسلانس. يعني نهتم بالمراه المصريه ونقول لها كل عام وانتم بخير. طيب. برضه قال لك مش شايفه هدايا. ماشي، كل عام وانتم بخير. ماشي يا سيدي، نروح بقى مع حضراتكم دلوقتي. وبما ان احنا بنتكلم عن احتفال طبعا عالمي مش بس محلي، العالم كله بيحتفل، قلنا ان احنا كمان نشوف كده يعني رسائل حب وتقدير للمرأة ومسلط الضوء كمان على إنجازاتها في مختلف المجالات. نروح نشوف التقرير ده عن رسائل الجمهور للمرأة في اليوم العالمي ونرجع نكمل. أحب أقول لها أولا كل سنة وانتي طيبة، كل سنة وانتي طيبة لكل أمهات مصر، وإن شاء الله كده دايما يا رب المرأة المصرية تبقى بخير وقادرة. وأنا عايزة أضيف جزئية مهمة جدا وألفت نظرها لتربية أبنائها، ياريت 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 نركز في تربية الأبناء، لأن ده المجتمع المستقبل، ده مستقبل مصر في الأولاد. أنا بوجه رسالة ليوم المرأة العالمي طبعا، ان انا اقول لها ان الرياضه مفيده جدا جدا، ويا ريت بلاش نتكاسل ونيجي الرياضه للجميع ومفتوحه لجميع الاعمار، وده نشاط بتقوي قلبها، بتظبط ضغطها، بتظبط الحاله النفسيه بتاعتها، الضغوط اللي في الحياه دي بتطلعها طبعا من الضغوطات دي كلها.
راجلها يعني يا ريت تلتزمي معانا وتشرفينا وتنورينا. انها تفضل مستمره في النشاط الاجتماعي بتاعنا، وان الحمد لله الرئيس السيسي عمل كيان للمراه المصريه، فاتواجدت في كل اماكن، في اماكن القضاه، في اماكن الوزاره، في اماكن الشعب. فالحمد لله يعني المرأة المصرية بقت مشهورة دلوقتي وبقت زيها زي الرجل بالظبط. هو الحقيقة أنا شايفة دور المرأة أو أي ست في الرياضة هو الدور اللي هي بتعمله لنفسها. لو أي ست أو بنت قررت إن هي عايزة تبتدي تتعلم وتتمرن في نوع معين من الرياضة، فهي كده بتخلق لنفسها دور وبتخلق لنفسها فرصة، وفي نفس الوقت بتشجع غيرها إن هو يعمل زيها ويشوف هو نفسه يعمل إيه ويعمله بغض النظر عن أنا بنت أولا. والله المرأة في دور الرياضة يعني عملت إنجازات حلوة كتيرة، ويعني مشهود طبعا في ناس كتيرة يعني ليها مجالات قوية في الحتة دي. بالنسبة إن هي طبعا لابد إن هي يكون ليها برضو تدعيم عشان يبقى المجال ده يبقى أكثر يعني تقدم واكثر نشاط واكثر يوصل للعالميه. انا شايفه ان المراه موجوده، يعني موجوده، ما نقدرش نقول اللي هي مش موجوده على الارض الواقع. في طبعا حاجات كتير قوي ينقصها. ايه ينقصها؟ اكتر ان احنا دلوقتي في مجالات كتير قوي موجوده بس مش للمراه بشكل كبير، فاحنا مركزين على حاجات معينه سواء كره قدم، سواء كده احنا عندنا ناس كتير في كره قدم على فكره سيدات طالعين نشأ جديد، عندنا كرة الطائرة موجودة بشكل برضو كبير، بس الحاجات دي الضوء مش متسلط عليها بشكل زي مثلا كرة القدم. لا، فيه لو دورنا هلاقي فيه نماذج كتير قوي. طيب شفنا التقرير، نطلع بقى نطمن على حالة الطقس وتوقعات درجات الحرارة ونرجع مرة تانية نكمل كلامنا. اتفضل. اتفضل يا فندم. اديكي ده النهارده اليوم العالمي للمرأة، حتى ما يصح ده الناس تاكل وش. فاصل سريع وهنرجع نكمل مع حضراتكم. نرحب بحضراتكم مره ثانيه ونروح بقى نتابع دلوقتي اخبار النادي الاهلي وفرق المختلفه والانشطه كمان مع مراسلتنا هنا ابو القاسم من مقر النادي الاهلي بالجزيره. يا هنا صباح الخير عليكي، بنصبح عليكي انا وكريم وكل جمهور دلوقتي 10 الصبح في الاهلي منتظر اخبار النادي منك، اتفضلي. يا صباح الخير عليكم يا نهواند ويا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وهنقل لكم آخر أخبار الفرق الرياضية والأنشطة. لكن في البداية قبل ما أبدأ كلام عن أخبار الفرق الرياضية حابة أقول لكم إن في حالة من النشاط داخل النادي، يعني الأعضاء متواجدين بالفعل بشكل كبير، يمكن طبعا بسبب التحسن في حالة الجو. البعض منهم بيمارس الرياضة في تراك هنا النادي، في رياضة المشي موجودين بشكل كبير. يعني كمان لكل الأعضاء اللي حابين ييجوا مقر النادي الأهلي هنا بالجزيرة في سيولة مرورية جيدة سواء على كوبري 15 مايو أو كوبري قصر النيل، تقدروا تيجوا النادي تستمتعوا باليوم. خلونا بقى دلوقتي ننتقل لأخبار الفرق الرياضية ونبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. النهاردة طبعا الفريق هيكون عنده تدريب، تجمع اللاعبين هيكون الساعة 12 ظهرا وبداية المران هتكون الساعة 1 ظهرا، استعدادا لمباراة يوم الأربعاء أمام الإسماعيلي ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
الجهاز. يعني طبعا قبل المران هيكون في عمل مسحة طبية لجميع الفريق تطبيقا للبروتوكول اللي بينص عن عمل مسحة قبل انطلاق المباريات الرسمية. أمس طبعا كان في تدريب للفريق، يعني يمكن أبرز ما كان في التدريب هو إن مستر بيتسو موسيماني كالمعتاد عمل جلسة للاعبين قبل انطلاق المران، يمكن حدثهم فيها عن بعض الأمور الفنية، وكمان غلق صفحة مباراة فيتا كلوب والتركيز في المباراة القادمة ومواجهة الإسماعيلي. كمان أبرز ما كان في مران أمس هو مشاركة أكرم توفيق في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة بألام في الأنكل. يعني يمكن كمان دكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق أعلن الحقيقة خلاص إن اللاعب أكرم توفيق أصبح جاهز للمشاركة مع الفريق، ويمكن بالفعل هو شارك أمس مع الفريق بشكل بصورة طبيعية جدا. كمان اللاعب الحقيقة صلاح محسن أيضا أصبح جاهز، يعني دكتور أبو عبلة كان أعلن بده وتعافى من الإصابة في العضلة الأمامية، وخلاص الثنائي الأهلي أكرم توفيق وكمان صلاح محسن أصبحوا جاهزين للمشاركة مع الفريق بشكل طبيعي. بنتمنى لهم التوفيق، وكمان بنتمنى لكل الفريق التوفيق إن شاء الله يقدروا يفوزوا في مباراة الإسماعيلي. خلونا دلوقتي ننتقل لأخبار الفرق الرياضية والألعاب الأخرى، ونبدأ بلعبة كرة الطايرة. سيدات كرة الطايرة عندهم النهاردة تدريب الساعة 6 مساء استعدادا للمباراة القادمة اللي هتكون يوم الجمعة القادم مع الزمالك. يعني يمكن طبعا مباريات الأهلي والزمالك بيكون ليها طابع خاص، والفوز فيها بيكون ليه طعم خاص ومختلف. يعني حابة بس أفكر للمشاهدين إن آخر مواجهة بين الفريقين انتهت بفوز سيدات كرة اليد بالنادي سيدات كرة الطايرة عفوا بالنادي الأهلي بنتيجة 3-1. إن شاء الله أيضا يقدروا يحسموا مباراة يوم الجمعة للنادي الأهلي ويفوزوا بثلاث نقاط. خلونا ننتقل دلوقتي للعبة كرة اليد. سيدات كرة اليد أيضا عندهم مباراة غدا أمام فريق هوليليدو بنادي هوليليدو ضمن منافسات بطولة الحقيقة منطقة القاهرة. يعني النهاردة هيكون عندهم تدريب الساعة 5 مساء استعدادا لمباراة غدا، وخليني أقول إن سيدات كرة اليد عاملين موسم كبير. يعني لو بيحققوا كمان سلسلة من الانتصارات في مبارياتهم الأخيرة، يعني لو كلمنا عن آخر ثلاث مباريات قدروا يحققوا فوز على فريق سبورتنج بنتيجة 24-23، على فريق مدينة نصر بنتيجة 38-7، وآخر مواجهة كانت أمام أصحاب الجياد بنتيجة 44-11. إن شاء الله أيضا يقدروا يفوزوا غدا على هوليليدو ويستمروا ويواصلوا سلسلة انتصاراتهم في المباريات. كمان بنات كرة اليد مواليد 2002 قدروا أمس يفوزوا على نادي الجزيرة بنتيجة 35-13 ضمن منافسات الدور 16 من بطولة كاس مصر، وبكده بقى يقدروا يحجزوا مقعد في ربع نهائي البطولة، وإن شاء الله أيضا يقدروا يحسموا البطولة لصالحهم ويفوزوا ببطولة كاس مصر. أخيرا بقى خلونا ننتقل للعبة كرة السلة. سيدات كرة السلة النهاردة عندهم تدريب الساعة 6 مساء استعدادا لمباراة غدا اللي هتكون أمام فريق الصيد طبعا ضمن منافسات بطولة الدوري. يعني لو كلمنا عن آخر مباراة كانت أمام مصر للتأمين، الفريق ظهر فيها بصورة كبيرة جدا وبشكل جيد جدا، كان في سيطرة طوال المباراة قدروا يحسموها لصالحهم بنتيجة 102-76. لو كلمنا عن أبرز اللاعبات اللي كانوا مميزين، الحقيقة كانت المحترفة الأمريكية كايلا وكمان لاعبة النادي الأهلي ثريا محمد. إن شاء الله أيضا في مباراة غدا يعملوا نفس الأداء ويقدروا ينهوا المباراة لصالحهم أمام فريق الصيد. كمان بنات كرة السلة الحقيقة عندهم تدريب النهاردة وفي فترة تركيز كبيرة جدا، يعني عندهم مباريات هامة في هذا الشهر طبعا مرحلة قبل نهائي بطولة الجمهورية. يعني يمكن أول مباراة هتكون 16-3 أمام جزيرة الورد، بعد كده عندهم مواجهة مع البنك الأهلي يوم 17-3، وكمان أمام أسوان يوم 18-3 طبعا في صالة نادي الصيد. يعني طبعا اتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله يقدروا يتأهلوا للمرحلة النهائية. خلونا بقى ننتقل لأخبار الأنشطة والأخبار الاجتماعية داخل النادي الأهلي. يعني لجنة الطفل بتعلن عن الحقيقة إقامة مهرجان تعريفي بالرياضة ألعاب القوة بالتعاون طبعا مع الإدارة العليا للجان والإدارة التنفيذية.
يعني الايفنت هيكون يوم 19 مارس بفرع الشيخ زايد، هيكون فيه انشطه كتيره ومختلفه زي مسابقات، حواجز، رمي بالكور الطبيه والادوات البديله. طبعا العدد المسموح هو 100 طفل، هيكون مقسمين لثلاث مجموعات من سن 8 سنين حتى 13 سنه. يعني كل الاعضاء اللي حابين يشتركوا لابنائهم يا ريت يذهبوا لاداره العلاقات العامه ويسجلوا اسماء ابنائهم. اليوم هيكون مميز ومختلف. حابه كمان اقول لكل مشاهدينا واعضاء النادي الاهلي ان اليوم ده بالفعل تم اقامته في فرع مدينه نصر وكمان هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيره، والحقيقه انه حقق صدى كبير جدا بين الاعضاء، فيا ريت كل الاعضاء يتوجهوا لاداره العلاقات العامه ويسجلوا اسماء ابنائهم. يعني دي كانت ابرز اخبار الفرق الرياضيه وكمان اخبار الانشطه واللجان داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. شكرا ليك يا هنا، بنشكرك على هذه التغطيه. شكرا. ونروح دلوقتي مع حضراتكم على مقر موقع يلا كوره مع مراسلتنا العزيزه مريم سميح اللي هنتابع معها اهم الاخبار الرياضيه في الصحف والمواقع المحليه والعالميه، وطبعا هيكون كمان معها لقاء او ليها لقاء مع الاستاذ ايمن جلبرتو مدير نشر في موقع يلا كوره. مريم صباح الفل عليكي وعلى ضيفك العزيز، ومستنيين نسمع منك بقى اهم المانشيتات وبصفه خاصه المانشيت اللي يهمنا واللي جه في صداره الصفحه الرياضيه في اليوم السابع فيما يتعلق بالحكام الاجانب لمباراه الاهلي والزمالك المزمع اقامتها ان شاء الله في رمضان القادم. اتفضلي. كان طبعا يوم جديد، جولة صحفية جديدة، ولكن خلينا قبل ما نبدأ جولتنا النهاردة أحب يعني أهني كل ست في العالم وفي الدنيا بيوم المرأة العالمي. كل سنة وانتي طيبة يا نهوان، وكل سنة وكل ستات مصر طيبين، وكمان بشكل خاص يعني بهني سيدات النادي الأهلي، مشجعات النادي الأهلي وبطلات النادي الأهلي في الفرق المختلفة والأنشطة الرياضية المختلفة، لان دايما بصراحه هم يوم بعد يوم بيثبتوا قد ايه هم ليهم شخصيه مستقله. فبهذه المناسبه احب اقول لهم كل سنه وانتم طيبين. خلينا قبل ما نبدا الجوله كمان نفكر مشاهدينا بيعني ابرز النهارده مباريات اليوم في كاس مصر بتروجيت ونادي كوكاكولا في تمام الساعه الثانيه والنصف ظهرا، كمان في الدوري الانجليزي تشيلسي وايفرتون في تمام الساعه الثامنه مساء، كمان ويست هام يونايتد وليدز يونايتد في تمام الساعه العاشره مساء، اما في الدوري الاسباني ريال بيتيس والافيس في تمام الساعه العاشره مساء، واخيرا بالدوري الايطالي انترناسيونالي واتلانتا في تمام الساعه العاشره الا ربع مساء. ابرز العناوين اللي هتكون معانا النهارده، البدايه طبعا زي ما انت قلت يا كريم من اليوم السابع حكام اجانب لقمه الاهلي والزمالك في رمضان. اما من موقع في الجول مدرب المريخ الاهلي يمتلك لاعبين ومدرب على اعلى مستوى وسنحاول اظهار قوتنا امامه. ومن موقع يلا كوره رسميا خوان لابورتا يعود لرئاسه برشلونه مره اخرى. واخيرا من روسيا اليوم ثنائي توتنهام الذهبي يحطم رقما قياسيا تاريخيا في البريمير ليج. خلينا نتناقش في كل هذه العناوين مع ضيفنا العزيز اللي بيسعدنا دايما ان هو يكون معانا في جولتنا الصحفيه الاستاذ ايمن جلبرتو الناقد الرياضي ومدير النشر بموقع يلا كوره. يعني ايمن طبعا بصبح عليك في البدايه، والعنوان الابرز معانا النهارده هو الاستعانه بحكام اجانب في مباراتي الاهلي والزمالك القمه، وطبعا اللي هتقام في شهر رمضان في يعني الجوله الرابعه والواحد وعشرين. عايز اتكلم معاك اكتر عن يعني البدء الاستعانه المبكر علشان طبعا ظروف كورونا وغيرها من الظروف، اعرف رايك اكتر عن الاستعانه بحكام اجانب في القمه. اهلا بيكي طبعا، واهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، واهلا بكريم ونهواند. طبعا ده مباراه الاهلي والزمالك حكام اجانب، ده امر طبيعي جدا كلنا معتادين عليه، ده قرار زي ما بنقول كده قرار دوله، تحدد كوره هو اللي بيتحرك ولازم بيجيب حكام اجانب. طبعا المره دي الامر لازم يبقى طبعا مبكر جدا، لان المباراتين اللي هي المؤجله من الجوله الرابعه ومباراه الجوله 21 هيبقوا في وقت قصير جدا اللي هي الفترة الزمنية ما بينهم، وبالتالي هو لازم يتواصل مع أكتر من دولة، يبقى عنده بلان A وبلان B وبلان C عشان خاطر ظروف الطيران، ظروف كورونا. كمان الوقت ده هيبقى أكيد هيبقى فيه ماتشات في أوروبا، وبالتالي عشان يقدروا اتحاد كرة إن هو يجيب حكام أجانب على مستوى عالي لازم يتحرك بشكل مبكر. فده أمر طبيعي، ونتمنى إن شاء الله إن المباراتين يتلعبوا في ميعادهم والحكام يبقوا مميزين والأجواء كلها تبقى مثالية. العنوان الثاني الأبرز معانا طبعا كان عن مدرب المريخ، قالت مدرب والاستعانة بمدرب آخر يمكن هيبقى فيه
حسابات جديدة للمباراة المقبلة. يمكن تصريحات كمان المدرب الجديد، من وجهة نظرك الأهلي محتاج إيه علشان المباراة المقبلة كمان بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا؟ طبعا الأهلي مشواره في مباراتين خارج الملعب، أولهم طبعا فيتا كلوب هي اللي هتبقى قريب، اللي بعد كده بشوية بعد التوقف هيبقى عندنا المريخ في السودان. نتمنى أن النادي الأهلي يكون قدر في مباراة فيتا كلوب أنه يكون حسم يعني خطوة كبيرة في المجموعة. الانتصار إن شاء الله يدي الفريق خطوة للأمام، بحيث لما الأهلي يروح السودان ويلعب أمام المريخ تبقى الظروف أفضل، ما يبقاش فيه ضغط، لأن طبعا لما يبقى فيه مدرب جديد مع المريخ، عشان كمان النتائج الأخيرة ما كانتش جيدة بالنسبة لهم، فأكيد هم هيبقى فيه تطور، أكيد هيبقى فيه طموحات مختلفة. الشكل اللي ظهروا بيه قدام الأهلي في المباراة الأولى أو حتى في مبارياتهم أمام فيتا كلوب في السودان هيبقى مختلف، يمكن هم لعبوا مباراة جيدة أمام سيمبا في السودان. طبعا الأجواء في السودان بتبقى مختلفة، ما فيش جمهور لكن ظروف الملعب وظروف الطقس بيبقى مختلفة. نتمنى إن شاء الله أن النادي الأهلي لما يجي معاد مباراة المريخ السوداني يكون موقفه في المجموعة أفضل، بحيث الضغوطات تبقى أقل بكتير. يعني ننتقل بقى لنادي برشلونة، يمكن كان الحدث الأبرز خلال الساعات الماضية، خوان لابورتا يمكن الناس شايفة أنه هو المنقذ لنادي برشلونة بعد يعني مرور النادي بعدد كبير جدا من الأزمات اللي كل الناس شهدت عليها، خاصة أنه هو كان ليه يعني عصر ذهبي طبعا الناس كلها ما تقدرش تنساه، أو مشجعي برشلونة على وجه التحديد من 2003 وحتى 2010. عايز أعرف تعليق. طبعا لابورتا هو فعلا زي ما انت بتقولي كده المنقذ لبرشلونة في الوقت الحالي، جاي بعد فترة فيها مشاكل إدارية كبيرة. طبعا الحاجة الأبرز اللي هو كان شغال عليها في الحملة بتاعته هي ليونيل ميسي، أكبر أزمة واجهت برشلونة يمكن في السنين الأخيرة. تصريحات ليونيل ميسي مع بداية الموسم إن ده ممكن يبقى آخر مواسمه مع برشلونة، وإن هو مش هيجدد عقده، وإزاي انتقد الإدارة السابقة والرئيس السابق اللي هو بارتوميو، وكان هو سبب رئيسي في استقالته، وحتى دلوقتي الراجل بيواجه بعض الاتهامات. لابورتا اشتغل على الموضوع ده كويس جدا، اشتغل ازاي ان هو يرجع الأمجاد بتاعت برشلونة اللي هي في الفترة زي ما قلنا من 2003 ل2010، وتحديدا طبعا وقت السداسية التاريخية في 2009، الراجل مساهم في 2 تشامبيونز ليج مع برشلونة. ف هو جاي برصيد اوريدي، هو عنده رصيد رغم ان هو خسر الانتخابات اللي هي القبل مش اللي فات دي اللي قبلها وامام بارتومي، ولكن هو جاي برصيد، جاي اهم حاجه او اهم ملف عنده هو بيلعب عليها هو التجديد لميسي. فهنشوف طبعا الفتره الجايه برشلونه الامور هيبقى فيها عامله ازاي. ويعني بالنسبه لي انا اتمنى التوفيق لريال مدريد، يعني بصفتي محب ريال مدريد في اوروبا. يعني اخيرا في البريمير ليج طبعا، يعني بعد مباراه امس والفوز على كريستال بالاس، يمكن الثنائي كين وسون ظهروا بشكل مميز، كمان كين خاصه يعني دلوقتي نقدر نقول ان هو بقى منافس حقيقي لمحمد صلاح بعد وصوله طبعا ل 15 هدف. عايزه اعرف رايك، وكمان يعني خاصه ان هم ثنائي قوي جدا، يمكن دخلوا التاريخ برقم قياسي ان هم بيصنعوا اهداف كتيره جدا لبعض. ثنائيه سون وكين الموسم ده عامله شغل جامد جدا مع توتنهام وفي انجلترا، اهداف كتيره بيساهموا فيها مع بعض. كين دلوقتي كمان قدر ان هو يوصل للهدف رقم 15 ليه، ثالث هداف الدوري الانجليزي، الفرق هدفين بينه وبين صلاح. طبعا هاري كين من الهدافين التاريخيين في انجلترا، هداف مميز جدا، فبالتالي الامور هتبقى صعبه شويه على صلاح ان هو عايز يستعيد لقب الهداف تاني بتاع البريمير ليج، وده اللقب اللي يمكن اللي ممكن يكون الفردي الوحيد اللي السنه دي متاح امام صلاح في الدوري الانجليزي، مع نتائج ليفربول الاخيره وتراجع المستوى والاداء والنتائج وكل حاجه، فالموضوع هيبقى صعب. فطبعا استفاقه هاري كين هتهدد صلاح، ولكن احنا بنتمنى ان محمد صلاح في المباريات اللي جايه في بريمير ليج الامور تبقى افضل بالنسبه له، ويحرز مزيد من الاهداف ويبتعد بقى بصداره الهدافين ان شاء الله. يعني ايمن انا بشكرك جدا على هذا التحليل للعناوين الصحفيه اللي كانت معانا النهارده، نورتنا على شاشه قناه النادي الاهلي. ده طبعا كان ختام جولتنا الصحفيه النهارده من داخل موقع يلا كوره، بشكركم جدا والكلمه ليكم مره اخرى. احنا بنشكر الجزيل الشكر زميلتنا العزيزه مريم سميح، وطبعا تحياتنا وشكرنا لضيفك الاستاذ ايمن جلبرت، وكل سنه وانت طيبه يا مريم، وكل سنه وانت طيبه يا هنا، وكبرتنا يا وانت كانت عايزه ترد لك التهنئه. انا عايزه اقول لك بجد يا مريم كل سنه واحنا جميعا بخير، شوف بقى هني نفسنا. وطبعا
طبعا هنا طيب. وعايزه اقول نورهان طمان وسالا وروزان ونسمه ومروه، كل دول عاملات في قناه الاهلي وزملاء اعزاء. وعايزه اقول كل سنه وسهام صالح بخير، وساره ومايا وريهام وهاجر معانا في الاعداد، كل سنه وكل ست كده ناجحه ان شاء الله دايما. شكرا ليكم جدا. يعني قناة الأهلي برضو العنصر النسائي فيها مختلف. النهاردة اليوم يومكم بس ابني بقى منازع. عيش يا أستاذ. نروح بقى مع حضراتكم للرياضة العالمية، ونروح دلوقتي تحديدا للتزلج على الجليد. حافظت الألمانية رامونا تيريزا والإيطالي رونالد فيشنر على صدارة الترتيب العام لبطولة كاس العالم للتزلج على الألواح بعد أداء متباين كان في جولة البطولة في سلوفينيا. نروح بقى على رياضة الجولف، حيث احتل اللاعب الإنجليزي لي ويست وود الصدارة خلال الجولة الثالثة من بطولة الجولف اللي أقيمت في ولاية فلوريدا الأمريكية. تعالوا. طيب كده الفقرة الأولى بتاعتنا في الحلقة خلصت، اللي هي الفقرة الإخبارية. هنروح بقى ليه دلوقتي فاصل، وبعدين هتبقى معانا أولى فقراتنا الحوارية، وهنتكلم فيها عن الفتيات المصورات في ساحات الملاعب. تالي دي حاجة جديدة برضو، مش لحد كبير على الأقل في الملاعب العربية، لكن بره موجود. خلينا بقى نروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. مرحبا بحضراتكم مره تانية، ولسه احتفالياتنا يعني بيوم العالمي للمراه النهارده 8 مارس مستمره. بس قبل ما نبدا فقرتنا دلوقتي خلينا نروح، علشان في احتفاليه باليوم العالمي للمراه عاملاها وزاره الشباب والرياضه. خلينا دلوقتي نروح مراسلتنا هناك سلا حامد. يا سلا، انا بصبح عليكي في البدايه، صباح الخير. يا صباح الخير يا نهواند، ويا صباح الخير يا كريم، وطبعا بصبح على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من داخل المركز التعليم المدني بالجزيره واحتفاليه وزاره الشباب والرياضه بمناسبه يوم المراه العالمي. هكون معاكي طبعا يا نهواند ومعاك يا كريم عشان اقول لكم كل الامور وفعاليات اليوم، فعاليات الاحتفال. وطبعا يعني الاحتفال اللي بيقام هنا داخل المركز بحضور السيد الوزير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء إسماعيل الفار وهو يعني وكيل الوزراء ورئيس الإدارة المركزية لتدريب الشباب، والأستاذ جورج مكرم الممثل عن صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر. يعني خليني أقول لك أنا هواند إن برضو متواجد في الاحتفالية العدد من يعني السيدات اللي اثروا في حياه اولادهم واللي كان ليهم دور يعني مهم جدا في المجتمع. كمان معي في هذه اللحظات عشان اتعرف اكتر عن فعاليات اليوم الدكتوره منال جمال، وهي يعني مدير العام للاداره العامه للتدريب الشباب بوزاره الشباب والرياضه. طبعا برحب بحضرتك في البدايه وصباح الخير. صباح الخير يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. في البدايه طبعا عايزه حضرتك يعني تكلميني عن فعاليات اليوم والاحتفال يعني وتنظيمه طبعا تحت اشراف وزاره الشباب والرياضه. والله احنا النهارده اليوم 8 مارس الاحتفال باليوم العالمي للمراه، واحنا بناء على توجيهات وزير الشباب والرياضه ان احنا كنا نعمل مسابقه. المسابقه دي كان هاشتاج على صفحات السوشيال ميديا وعلى صفحه وزاره الشباب والرياضه، كانت بعنوان المراه التي دعمتني. تم اختيار 10 فيديوهات اللي هما كانوا أكثر تفاعلاً وأخذوا أكثر لايكات، وكانوا أصحاب المرأة اللي أثرت في حياة أي شخص من أصحاب الفيديوهات. بحضور معالي وزير الشباب النهاردة كان حريص على أن يكرم المرأة النهاردة، فكان النهاردة الاحتفال بمركز التعليمي المدني بالجزيرة. كلميني اكتر عن يعني اهتمام القيادة السياسية طبعا بالمرأة ودورها المهم في المجتمع وتأثيرها طبعا يعني في الأسر، ويعني اهتمامها بتربية أولادها. يعني كلميني عن دور المرأة كمان في المجتمع. طبعا دور الحكومة والدولة ورئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي اهتمامه كبير قوي بالمرأة، لأن المرأة هي عمود الدولة كلها، عمود البلد كلها. المرأة هي اللي بتنشأ، هي اللي بتخرج أجيال، هي اللي بتخرج المحامي والقاضي والضابط وضابط جيش ضابط شرطة، هي اللي بتخرج أبسط حد في الدولة بنحتاجه. هي المفروض إن هي الداعم جوه بيتها، هي اللي بتربي، هي اللي بتوجه، هي اللي بتزرع الانتماء والولاء لأولادها للوطن. فمن هنا إن دور الدولة قائم على المرأة. بقول للمرأة خلي دورك قوي، انت اكبر حد في الدوله والحكومه والسياسه مدعمينك، فخليكي قويه وطلعي اجيال صح تحب بلدها وتدافع عن بلدها وتحمي بلدها. وبقول للمراه النهارده المراه مش هتبقى ام بس، ان المراه ابنه وزوجه واخت عامله
طبيبة، معلمة، نائبة في مجلس الشعب، وزيرة، بقول لها ان انت وصلتي لاعلى المناصب، فاقفي جنب البلد في من خلال اولادك، من خلال تنشئتك، من خلال كل ما بتقدميه. مصر فخورة بكل امرأة فيها. شكرا، بشكر حضرتك ده طبعا وبهنيكي طبعا بمناسبة اليوم ده. ميرسي حبيبتي، شكرا قوي. شكرا. ده كان لقاءنا يا نهاوند ويا كريم مع الدكتورة منال جمال، المدير العام للإدارة العامة لتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة من داخل مركز التعليم المدني بالجزيرة، واحتفال وزارة الشباب والرياضة بمناسبة اليوم المرأة العالمي. والآن العودة مرة أخرى للاستوديو، كلمة ليك يا نهاوند، تفضلي. شكرا ليك يا سالة، وكان مهم طبعا أن احنا نعرض قدام السادة المشاهدين كل الاحتفالات والمبادرات اللي بتتم في هذا اليوم، وأكيد طبعا لو يعني في مزيد من المبادرات هتكون منقولة على قناة الأهلي. شكرا ليكي. وزي ما كنا بنقول كده مع حضراتكم في يوم العالمي للمرأة، احنا حابين جدا ان احنا نلقي الضوء على نماذج قدرت ان هي تتخطى صعوبات كتيرة جدا عشان توصل لهدفها. في مهن صعبة وفي مهن بسيطة، بس في مهن صعبة فعلا على البنات ان هي نصدق ان هي كمان مش بس مارستها، لا ونجحت فيها. من المهن دي مثلا المصور الصحفي، خاصة في الملاعب بنتكلم. خلينا نقول ان احنا عندنا دلوقتي نموذج ناجح جدا من هذه المهنة، نرحب بقى بيها، هي ياسمين يحيى المصورة الصحفية، ونعرف منك بقى القصة كلها واصلا ليه اخترتي المجال ده. صباح الخير. سعداء بوجودك، كل سنة وانت طيبة بمناسبة يوم المرأة العالمي. ونبتدي بالسؤال اللي نهاوند قالته، اتفضل. بدأت ازاي؟ ايه اللي حبيبك اصلا في ان انت تبقي يعني مصورة صحفية في الملاعب؟ لا، هو انا اصلا بادئه صحافه، مصوره صحفيه، بادئها الاول من 2013 تقريبا. فكنت بجرب كل المجالات، اذا كان مؤتمرات او فن او رياضه، فعشان اشوف ايه الحاجه اللي انا ممكن ابقى شاطره فيها يعني. فجربت الفن ما لقيتوش شبه شخصيتي تماما، فقلت اجرب الرياضه بما ان انا بحب الحاجات اللي هي فيها ريسك وصور كده في شقلبازات وكده يعني. فدخلت في الرياضه 2016 وبس لحد دلوقتي. انت بتعملي حاجه شيقه جدا ومختلفه ومش موجوده كتير في العالم العربي، يعني المصورات لمباريات كره القدم بصفه خاصه عددهم بتهيالي مش كبير، لكن طبيعه اللي بتعمليه هو شيء شيق جدا. اغرب المواقف اللي اتعرضت لها ايه؟ زائد ايه عموما نوع الصعوبات اللي بتواجهها لما بتغطي يعني فعاليات، يعني مباريات، بطولات، وخصوصا في مرحله ما قبل الكورونا اللي هي كانت البطوله زي ما هي بقى بجمهورها، بالمنظمين، بكل التفاصيل؟ ممكن نتكلم على موضوع الصعوبات. اتفضلي. الصعوبات يعني ممكن بيبقى من خلال ان الماتش في بره القاهره، فانا بواجه مشكله عندي في البيت اللي هو انت هتروحي امتى وهترجعي امتى، ترجعي الساعه 4 الفجر، فاللي هو كده يعني. طبعا. فدي ممكن تبقى فيها مشكله شويه يعني، بس الحمد لله بتتحل يعني. واضح ان انت ظبطتي امورك في النقطه. لا يعني ساعات بروح من وراهم يعني. ممكن بقى مشكله الامن، لو الكشوفات لسه ما جاتش، جت مش عارف ايه كده. مشكله جمهور. يعني ايه مشكله جمهور؟ مشكلة الجمهور يعني أيام الجمهور ما كان بيحضر في الاستاد أو في المباريات يعني، كان الجمهور بيتعامل مع المصورين على إنهم مصورين للخصم. أوكي. فكانوا بيتعاملوا معنا إن إحنا إيه، لا أنتوا لازم تتضربوا. ممكن نتشتم، ممكن كده يعني. بس اللي هو يعني هو لو يعني بعيدا عن الجمهور، لا هو مفيش أي صعوبات. هو بس بيبقى صعوبات في موضوع التصاريح إنها تطلع بس، مش أكتر. طب ياسمين، من كلامك انا فهمت ان برضو شخصيتك الى حد ما مختلفه، يعني انت بتحبي تاخدي زي ما انت قلتي ريسك في حياتك. ماشي، حلو جدا. بس هل قبل ما تبداي المهنه دي مثلا كان في نموذج بسطتيه وقلتي انا عايزه ابقى كده؟ يعني في اوقات بنعمل كده، انا قبل ما ابدا الاعلام كان في نموذج معين، مذيع معين، كنت دايما اقول انا نفسي ابقى زيها. فهل كان عندك حد مثلا، مش هقول مثل اعلى، بس شفتيه ناجح، نموذج ناجح عايزه ابقى زيه او عايزه اعمل في ده في الصحافه قبل ما ابدا الصحافه؟ في الرياضه، الصحافه الرياضيه. في الرياضه انا كنت يعني كنت بشوف في نماذج كبيره جدا، فاول ما دخلت مجال الرياضه لا الناس دي لازم اقعد جنبهم، هو انا يعني هتعلم منهم، هو انا مش هتعلم من حد غيرهم. فانا بقى قاعده مركزه جدا في الكاميرا، هو بيعمل ايه وبيصور ايه وبيركز على كادر ايه. ف استاذ عمرو عبد الله رويترز يعني مصورين. بمناسبه برضو الكلام عن الكادرات، اكيد في مباريات كره القدم انت عندك مع نهايه المباراه عندك رياكشنين ثابتين، الخسران
غرقان في أحزانه، ودي بينتج عنها لقطات دايما بتكون مميزة جدا، وطبعا فرحة الانتصار شامل اللحظات اللي انت شخصيا اتكلمتي عنها من شويه، واللي متهيالي اكيد فيها صعوبه في تصويرها برضو عشان ما تبقاش مهزوزه، ان انت تصوري حد من الوضع المتحرك وفي بعض الاحيان من الوضع طائرا، فيعني في الصحه ولا ايه؟ صح. لا مش سهله برضو اكيد. هو بيرجع طبعا للنوع الكاميرا اللي معايا، الحاجات دي طبعا بتساعد جدا. حته بقى ان انا اشوف انا هصور الفرحه ولا الحزن، هي يعني ربنا ساعات بيرزق كده، واحنا في الملعب اللي هو ايه بصور الاثنين ان كادر، يعني بجيب الفرحه والحزن ان كادر، فده بيسهل عليا كتير، بيسهل عليا ان انا بدل ما يعني، وبتبقى بليغه جدا كمان، يعني بتبقى الصوره بليغه بالظبط، يعني بتبقى افضل دي من بكتير. صورك يا ياسمين صح كده حلوين جدا، اهو الوضع طائرا اهو. في مباراه معينه كانت مليانه تفاصيل ما كنتيش ملاحقه، يعني تفاصيل كتير ورياكشنات كتير، نهائي افريقيا ايه اللي حصل بقى؟ ماتش عظيم. هو مبدئيا كان عشان الكورونا وكده، فكان الدخول ارض الملعب ده المصورين الكاف بس، فكان الكاف اختار 10 مصورين بشكل عشوائي ان هم يحضروا الماتش، يصوروا الماتش من مقصوره الصحفيين، فدي كانت مأساة بالنسبه لنا طبعا، لان احنا تصوير ارض الملعب غير من فوق اكيد. فجالنا حد من الكاف نص الماتش شاف الصعوبه ان احنا بنصور من فوق، الموضوع صعب جدا، فوعدنا ان احنا هننزل يعني نهايه الشوط الثاني على قرب الاحتفال وتمام يعني. فاصلا واحنا فوق في احداث كتير قوي، في صور كتير قوي قوي، لما جينا نزلنا احنا انا حرفيا ما بق يعني انا بقيتش والله العظيم بجد ما بقيتش ملاحقه على الصور، لا هو فعلا صور كتير قوي، والماتش فيه صور كتيره جدا، وبالاخص الاحتفال بالنسبه لنا هو ده بيبقى ماتش تاني اصلا، يعني هو خلاص انا دخلت كده. انت اللي بتختاري انهي صور اللي تتعرض، سواء من خلال موقع، من خلال صحيفه، من خلال مجله، او ايا كان جهه التعاقد معاكي، هو ولا هم ولا انت بتديهم الماتيريال وهم اللي بيختاروا؟ هو انا بقسم شغلي، يعني مثلا اول ما بروح الاستاد وصول لاعبين، بعد كده التسخين، بعد كده الشوط الاول، الشوط الثاني يعني، وبقسم بقى الشوط الاول لو دخل فيه جونين هنا وهنا فبجيب احتفال هنا واحتفال هنا. واللعيبه عارفينك بقى ياسمين وكده؟ يعني تقريبا كده. طيب انا مش هخرج بره الموضوع، بس برضو انت كان ليكي فرصه عظيمه ان انت روحتي صورتي مؤتمرات الشباب وبحضور طبعا سياده الرئيس، والتقطتي صور لي، او يمكن انا اهو دلوقتي مع كلامي، فاحكي لنا برضو عن بدايه كده لما اختاروكي ان انت هتبقي ضمن الكرو هناك. هي دي كانت حاجة تانية خالص بقى. بالظبط طبعا. هو أنا أول مؤتمر حضرته لسيادة الرئيس يعني كان في 2016، كان المؤتمر الوطني. بعد كده في منتدى شباب العالم كنت أنا شغالة في جريدة الدستور، فسجلوا اسمي كمدعو. اللي هو إيه، هصور المؤتمر على حسب بقى دخولي خروجي، اللي هو من بره هصور من بره أو أيا كان. يعني. أو بالظبط. فكنت انا تقريبا البنت الوحيده اللي موجوده هناك، فاول يوم وصلت فيه هناك عرفت ان انا مش هدخل اصور، لان هو يعني محدد بناس معينه هي اللي هتصور المؤتمر من جوه، فتسهيل ربنا فجاه لقيت نفسي دخلت جوه، فجاه لقيت نفسي قدام الرئيس. الله. فدي كانت حاجه تانيه خالص يعني. طب تعالي نرجع بيكي بقى مره تانيه لكره القدم بصفه خاصه، وبرده يعني فكره ان انت حضرتي مباريات دولية وسافرتي اكيد برضو عشان تغطي احداث معينة، ولا ما حصلش لسه؟ ما سافرتش برا مصر، هو لسه في اطار مصر. طب على الاقل في اطار مصر، هل في مرة كنت موجودة في مباراة ولاحظتي وجود مثلا مصورة اجنبية مراسلة لقناة ما، ولقيتي ان عينك اتشدت لها وقعدتي تركزي في تفاصيلها، نوع الكاميرا اللي بتستخدمها، المونوباد اللي بتستخدمه، طريقة تعاملها مع الحدث نفسه عاملة ازاي؟ ده في كاس الامم الافريقيه في 2019، كان في مصورين من كل المنتخبات اللي كانت جايه. فكان في بنت غالبا جنوب افريقيا، هي موجوده عندي على الفيسبوك. مختلفه في ايه بقى؟ بص هو مفيش اختلاف يعني، فكره اصلا البنت المصريه فهي معروفه ان هي ايه، لا انا هسافر الاصرار انا هسافر وهبقى شاطره وهبقى ناجحه ومفيش حاجه هتوقفني، حتى لو في ظروف حواليا مش الطف حاجه، لا انا هدوس على نفسي وهشتغل وهعمل يعني. اللي بره مش مختلفين عننا في حاجه، هو الفرق بس في المعدات والاسعار والحاجات بس. هي دي الفكره، في هناك الدنيا يعني الدنيا بره بتبقى في الاسعار المعدات والكلام ده بتبقى اقل بكتير من هنا، ف
فده اللي بيخلي ان في فرق بيننا وبينهم. لكن لو هنتكلم على البيزكس، لا البيزكس عندنا على فكره. يعني طبيعة المرأة المصرية نقدر نقول لا تختلف أبدا عن طبيعة أي امرأة أخرى. يعني أنا لا أشعر أن احنا مثلا أقل كفاءة أو غيره، بالعكس لو أنت بقى عندك شك ده ارجع للتاريخ بتاعنا زمان جدا، شوف المرأة المصرية كان دورها عامل إزاي، وبعد كده العصر الحديث. فكلام مظبوط جدا. صعوبة دخول البنت أصلا للملاعب أو للرياضة، هو الموضوع كان صعب في الأول، لكن الدولة نفسها أو يعني اتحاد الكوره ساعد في ده. يعني انا بصراحه بالزبط. اتحاد الكوره بيساعد في ان احنا ننزل ويتعمل لنا تصاريح والبنات، ويبقى لينا اماكن معينه في الملعب، وان ما ينفعش مثلا كشف ماتش ما يبقاش فيه ثلاث بنات او بنتين، لا هو لازم وجودنا. يعني هو ده دي حاجه بالنسبه لنا بتبقى ريحت علينا كتير، يعني احنا بقى نقعد نثبت نفسنا قدام الناس. الثقافه دي اتغيرت امتى يا ياسمين؟ يعني امتى ابتديتي تحسي فعلا ان في ايمان بوجود المراه وضروره وجود المراه في اي مجال؟ تحديدا هنا هنتكلم عن الصحافه في الملاعب ولا في الصحافه؟ اكيد احنا بنتكلم في الاختصاص ده معاكي، فمش يعني اي سؤال بيتواجه في الموضوع ده بالظبط. يعني هو انا من اول ما دخلت في 2016 كنا تقريبا ثلاث بنات. بعد كده بدا الموضوع يتوسع، بدا البنات اللي هم نفسهم يدخلوا صحافه فبداوا يشوفوا شجعوا بقى فبداوا يدخلوا واحده ورا الثانيه. جميل، احنا سعدنا بوجودك مرة ثانية، كل سنة وانت طيبة، وان شاء الله يعني نسمع عنك المزيد من النجاحات الفترة الجاية بإذن الله. نورتينا نورتينا يا ياسمين، ومزيد من التألق ان شاء الله، وتصوري بقى كمان في الخارج بإذن الله. ان شاء الله. فاصل سريع وهنرجع نكمل فقراتنا، لسه ما خلصتش. إحدى أهم اللاعبات الناجحات بتحقيقها العديد من الإنجازات والألقاب الجماعية والفردية في كرة القدم المصرية هي إسراء عوض. بدأ انجذاب إسراء عوض لكرة القدم في سن صغيرة أثناء إقامتها في الكويت، وانضمت لفريق الأولاد وهي في 12 من عمرها، حيث لم يكن هناك فريق للبنات في هذا السن، ولكن كانت قائدة لفريق البنات الأكبر سنا، فريق 14 سنة. عندما عادت إلى مصر انضمت لنادي فاكسيرا، ومنه إلى نادي الداخلية لمدة 5 سنوات، وحصلت على لقب أفضل لاعبة في الدوري، ومنه إلى صفوف وادي دجلة. وعلى مدار 9 سنوات عقب انضمامها للفريق الدجلاوي، توجت فيها بالعديد من البطولات، واحتكرت مع زميلاتها لقب الدوري الممتاز لسنوات طوال. وعلى المستوى الدولي بدأت إسراء عوض مشوارها ضمن صفوف منتخب مصر لكرة القدم النسائية عام 2007، ونالت معه وصافة بطولة شمال إفريقيا في 2009، ووصافة بطولة العرب في البحرين عام 2010، والإنجاز الكبير بالوصول لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بعد غياب 18 سنة عام 2016. مشوار إسراء لم يقتصر على المنافسات الرسمية، بل امتد لما هو أبعد من ذلك، فبعد مشاركتها في دورتين وديتين لمنظمة دولية تهدف لتمكين المرأة من خلال الرياضة، الأولى في برلين والثانية في لبنان، تم استدعاؤها في الاحتفال بمرور 5 سنوات على تلك المنظمة مع أكثر اللاعبات المؤثرات في اللعبة، وحينها انضمت لفريق مليء بالجنسيات المختلفة، وهو ما أفادها في تبادل الخبرات والثقافات. وتكرر الأمر في الاحتفال بمرور 10 سنوات على المنظمة، وتم تكريمها مع اللاعبات الأكثر تأثيرا بمقابلة أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية. إسراء لاعبة كرة قدم لها رؤية مختلفة وأهداف تأمل في تحقيقها بتطوير الكرة النسائية، خاصة وأن المرأة الرياضية في العالم لها تأثير ودور اجتماعي وإنساني وريادي في المجتمع. اهلا بكل حضراتكم مره تانية، لسه بنستعرض معاكم نماذج مضيئه ومشرفه للفتاه وللمراه المصريه. والحقيقه احنا كمان لاحظنا في الفتره الاخيره ان بقى في تواجد قوي للفتيات المصريات في ملاعب وفي عالم كره القدم. احنا معانا في الفقره دي نموذج للاعبه كره قدم ناجحه ابتدت مشوارها في الكويت ثم جاءت الى مصر، وهنعرف بقى منها طبعا تفاصيل اول حاجه جذبتها في هذا العالم اللي الى حد كبير بيكون يعني بعيد شويه عن اختيار الفتيات صغيرات السن. صباح الفل عليكي، سعداء بوجودك معانا. انا اسعد، وطبعا بشكركم ان كنتم مهتمين، وقبل اي حاجه هو شرف ليا طبعا ان انا اطلع على قناه النادي الاهلي، انا اهلاويه جدا يعني. انت جايه لابسه اسراء عوض لاعبه كره القدم بالنادي الاهلي، اهلا بيك. اهلا بيك. صباح الخير يا اسراء، وكل سنه وانت طيبه. انت طيبه. وعايزه ابدا معاكي بفكره هنا، ومش هنقعد نقول بقى رياضه مش فاميليير للست والمجتمع بيبص لها ازاي،
خلينا نتكلم، انت اصلا بدايه عرفتي ازاي انك بتحبي كره القدم؟ هو انا الموضوع بالنسبه لي كان صدفه. انا كنت في الكويت، وبابا وماما الله يرحمها كانوا شغالين، فكان لازم يودوني حضانه. فانا كنت كل ما بروح الحضانه ما بعملش اي حاجه غير ان انا اقعد اباصي الكوره واشوطها مع حد من الولاد وخلاص، بلعبش اي حاجه تانية. فاول ذكرى ليا حتى في الكوره ان الكوره خبطت في وشي، فمناخيري كانت بتجيب دم. طبعا كل المدرسين يتلموا حواليا بقى وبيغسلوا لي وشي وقلقانين. انا ما فيش اي عياط، ما فيش اي حاجه، كل تفكيري بس عايزاهم يخلصوا عشان ارجع العب. فده كان عندي 4 سنين. كنت كل ما بروح مع بابا مثلا محل العاب يقول لي طب اختاري اللي انت عايزاه، ما بختارش بقى لا باربي ولا شنكار ولا تيدي بير ولا اي حاجه، اروح اقول له هات الكوره ديت. فالموضوع من وانا صغيره يعني، وبشكل لا ارادي يعني، مش مثلا لان دي كانت الحاجه الوحيده المتاحه قصادك، لا انت اخترتي ده او لقيتي ان في جواكي شغف تجاهه من غير حاجه. وبابا لاحظ دوت فيا، فهو بقى بينزل معايا كتير مثلا يعلمني حاجات في الكوره، بلعب وش رجل الخارجي كتير، هو اللي معلمه لي وش الرجل الخارجي. ما قلقش عليكي في الاول لما لاحظ ان انت مهتمه بشكل مفرط يعني او زياده بكره القدم؟ ما قالكيش مثلا لا دي ممكن يبقى فيها اصابات، مش مناسبه قوي البنوته والنوع ده من الكلام؟ خالص بالعكس، هو كان مشجعني جدا يعني. حتى لما كنا مثلا ننقل من منطقه لمنطقه في الكويت، كان هو بيروح يشوف المنطقه الاول ويقول لهم انا بنتي بتلعب كوره، واول حاجه لازم اعملها لما بروح اي منطقه جديده لازم يخليني العب ماتش معاه، دي اول حاجه، ويقف يتفرج عليا. وبعد كده ممكن بقى يقول لي بعد كده خلاص لو عايزه تلعبي معاهم تاني العبي، مش عايزه تلعبي ما تلعبيش. بس هو تسجيل موقف يعني. اه بالظبط، لما نروح مثلا نخرج مع عائلات او حاجه ورجاله بيلعبوا كوره يقول لي تعالي العبي معانا. يعني هو من زمان كده، برغم ان انا اخويا اكبر مني ملوش في الكوره خالص، هي ملهاش بقى خلاص دعوة يعني رجل وامرأة، هي فعلا بتبقى طبيعة يعني البني آدم موهبته ايه. كان احنا شايفين لقطات اهو. انا عايزة اروح معاكي الحاجة بقى، يعني اولا اديكي نبدا سريعة لو تسمحي لي يعني، معلش ثواني. انا كنت بلعب كرة قدم، تخيل بقى يا كريم. اه والله انا عندي 14 سنة، كنت في نادي الطيران، كانت وقتها دكتور سحر الهواري هي اللي ماسكة الفريق، ولعبت فترة لاني انا كنت زيك بالظبط وانا صغيرة برضو بحب العب كرة قدم جدا، ويقال ان انا وقتها كنت شاطرة جدا، معرفش دلوقتي. بس عشان كده انا حاسة جدا يعني بالباشن او بالشغف اللي عندك. ابتديتي بقى اول حاجة في الكويت في فريق هناك، وبعدين جيتي بعد كده الوادي دجلة ولا فين؟ انا الاول انا كنت هناك في الكويت ما كانش في نوادي للبنات، فكنت بلعب في المدرسة بتاعتي، كان في سني وانا عندي 12 سنة ما كانش فيه فريق بنات، كان المرحلة ديت مرحلة يعتبر انه سن صغير شوية، فكنت كابتن الفريق بتاع البنات اللي اكبر مني 14 تحت 14 تحت 16، وكابتن فريق الولاد 12 سنة. يعني كانت معمولة تراي اوتس للمدرسة كلها، واللي عايز يشترك يشترك. فالحمد لله دخلت ونجحت في تراي اوتس، والمدرب ساعتها اختار ان انا اكون الكابتن. فدي كانت اول حاجه بالنسبه لي طبعا، وكانت اول مره احس انه الولاد ممكن يتضايقوا شويه من حته البنت بتلعب كوره يعني. كانوا متضايقوا فعلا يعني؟ كنت بتحسي في الاول؟ كانوا متضايقين في الاول، كانوا متضايقين ومش متقبلين وجود انه انا بنت معاهم وكابتن فرقه. الموضوع كان كمان صعب في الاول، بس بعد كده لما بدا يبقى فيه انسجام وبقينا نلعب ويحسوا ان انا وجودي في الملعب فارق معاهم وكده، فالوضع اتغير خالص. انا فاكره في موقف كنت بلعب ضد فرقه تانية وكابتن الفرقه، فلازم بشيك هاندز مع الكابتن التاني، فهو الولد مرضيش ان هو يمد ايده. ده ايه الثقافه دي؟ ده جاي منين كان؟ هو يعني المدارس دي بتبقى دوليه يعني، بيبقى في من اماكن غريبة كتير. ساعتها الفرقه بتاعتي انا قعدوا يقولوا لي ما تزعليش وما تضايقيش، يعني موقفهم اتغير تماما. فاللي انا اقصد اقوله انه ساعات كتير المواقف بتتغير لما البنت بتكون حاطه في دماغها ان هي لا انا هثبت ان انا وتفرض نجاحها. بالظبط بالظبط كده. طيب والنقله بقى على مصر؟ النقله على مصر كان عندي 15 سنه، اهلي قرروا ان احنا نرجع مصر، فروحت في نادي المصري واللقاح. انا كنت من وانا صغيره كنت بلعب، باجي في الصيف، انا عارف دكتور سحر من زمان، فكنت باجي في الصيف اتمرن مع الفرقه كده شويه وخلاص. كان ساعتها كان اسمهم جولدي. لما جيت واستقريت هنا كان المدرب بتاعي اسمه كابتن سلطان منصور، هو برضو كان بيتهيألي لاعب في النادي الاهلي، فدوت كان هو اللي كان ماسكني في الفترات اللي انا كنت باجي فيها اجازه. كنت متعلقه بيه جدا، فلما جيت ولقيته راح فرقه تانية رحتي معاه؟ رحت معاه، لان هو دوت الراجل دوت اول حد يعني فرق معايا جدا في الكوره في المصري والقاح. قعدنا 3 سنين، وبعد كده رحت نادي الداخليه 5 سنين، وبعد كده بقى انتقلت لنادي وادي دجله، ودي كانت نقله تانية يعني في حياتي الكرويه تماما. انا بلعب منتخب من وانا في الداخليه، بس نادي الداخليه هو كنا بننافس على قد ما نقدر، بس ما كناش برضو الفرقه اللي بتحقق بطوله كل سنه. فطبعا
لما رحت وادي دجله الوضع مختلف خالص. يعني وادي دجله زي الاهلي في كره الرجال على طول في ضغط انك انت لازم تكسب كل الماتشات وتبقى متفوق والكلام ده, فطبعا دي نقله تانية خالص اكيد. طب والاحتراف يعني هل فكرتي مره فكره هنا الاحتراف برضو, ان اكيد ده كان هيفرق كتير؟ هو للاسف هو في وقت ما انا ما كنت ينفع ان انا اعمل دوت او في قمتي يعني في سن صغير. انا برضو بعتقد الاحتراف دوت لازم في وقت انت صغير, ما تطلعش وانت عندك 27 28 سنه يعني. احنا ما بيتصورلناش اي ماتشات, فانا بالنسبه لي عشان اسوق نفسي دوت حاجه صعبه جدا. غير دلوقتي بقى في عصر السوشيال ميديا عادي جدا ممكن تجيب اي حد يصورك وتبعت هنا وتبعت هنا وتبعت هنا. فهو طب لما لعبتي مع المنتخب برضو مش كانت الناس بتشوفك حاجات زي كده؟ هو انا عندي قصه مع المنتخب يعني مختلفه شويه. انا عشان انا جسمي صغير فكان كل المدربين اللي بيجوا مش بيقتنعوا ان انا ممكن العب اساسي خالص. طب ليه ما ميسي جسمه صغير؟ في ناس كتير يعني. انا كنت بقول دوت دايما. وبعدين المشكله ان احنا ما بيبقاش عندنا ثبات في التشكيل الفني في المنتخب, يعني كل فتره وليها مدرب وليه فكر وليه توجهات وكل واحد ودماغه يعني. فللاسف انا ما كانش عندي الفرصه ان انا ابدا على طول. بس جيت في سنه 2016 كنا هنلعب كوتيفوار, وكوتيفوار كان ساعتها احنا بنلعب في تصفيات امم افريقيا, كان اول ماتش مع ليبيا فلعبناه وكسبناه. وبعد كده الماتش التاني مع كوتيفوار, فاللي انا سمعته ساعتها انه كان الاتحاد بيفكر انه ينسحب, فلقى انه ماديا هيبقى الخساره اكبر من ان احنا ننسحب عن ان احنا نلعب, فقال لك خلاص نلعب وخلاص. وكوتيفوار كان ساعتها ماتش يعني تقيل جدا, كانوا ساعتها هم لسه ما بارهمش كام شهر, كانوا جايين من كاس العالم, فطبعا ماتش تقيل جدا 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 يعني. فلعبنا ساعتها في فندق, حتى ما لعبناش في استاد, ومنعوا اي حد يجي يتفرج علينا, حتى اهلنا ما كانش حد. في ايه؟ كانوا متخايفين يعني ان الماتش يوسع يعني, فكانوا خايفين الماتش يوسع. وساعتها كان اول ماتش حتى يعني هو ما كانش فيه اهتمام لدرجه ان هم كانوا حاطين صوان حوالين الملعب عشان ما حدش حتى يجي يتفرج يشوف, سوري يعني الفضيحه اللي هتحصل ان احنا هنخسر كتير. فالماتش دوت كان معايا كابتن في الجهاز, كان معايا كابتن محمد كمال. كابتن محمد كمال المدرب بتاعي في وادي دجله, فهو كان واثق جدا في قدراتي, فهو اصر ان انا العب والعب باك ليفت وانا ما بلعبش مشوله يعني. انا مشوله اصلا. وبعدين المركز ده ساعات بيبقى محتاج اطول شويه, بس هو عارف الحمد لله عارف قدراتي. ولعبت الماتش ده, احنا كسبنا الماتش ده 1-0, والحمد لله كنت طالعه من الماتش دوت يعني كله بيشهد لي ان انا كنت احسن حد في يعني احسن لعيبه في المباراه. وومن اوف ذا ماتش. مش انا صح كده, وومن اوف ذا ماتش الحمد لله. وساعتها انا لعب عليا واحده بتلعب في برشلونه وواحده ثانيه بتلعب في سويسرا. الله. بعد كده الشوط الثاني نزلوا عليا بنت طولها 190 متر مثلا, 190 سنتي سوري, واو طويله جدا. بس الحمد لله قدرنا ان احنا نكسب هنا 1-0, ورحنا كوتيفوار خسرنا 2-1, فمجموع الماتشين خلانا نتأهل, ودي كانت حاجه طبعا. اللطيف وانت بتتكلمي في لقطه كده ابتسمت فيها جدا, وهي بتقول لك ايه يا نهاوند, بتقول لك زمان ايام ما كنت في عزي. يعني انا عايز اقول لك شكلك 14 سنه اساسا, فبتتكلمي زمان ايه اللي بتتكلمي عليه؟ والله هو طبعا الحمد لله انا على طول ما انا بلعب انا محافظه على نفسي جدا يعني, بركز بحاول اركز باكل ايه, بحاول اتمرن زياده في الجيم يعني. في اوقات كنت بنزل الجيم اتمرن ساعتين وبعد كده اروح التمرين بتاع النادي. ولو انا حاسه مثلا ان انا عندي مشاكل في الفتنس ممكن اجيب مدرب فتنس بره عن النادي ان انا اشتغل معاه. فانا بعتقد انه على طول لازم الواحد يبقى محافظ على نفسه طول ما هو. لا, وحته الشغف اللي اشارت ليها نهاوند من شويه متحققه كمان في حالتك مليون في المية جدا يعني, باينه جدا من كلامك. طيب خلينا بقى نروح لمنظومه يعني هنا كره القدم النسائيه عربيا وافريقيا. تمام, في الوقت الحالي محتاجة إيه ما ينقصها عشان أرجع أقول أنا دلوقتي أو أقدر أقول أنا دلوقتي زي الرجال في كرة القدم؟ بص, هو أولا الموضوع يعني محتاج صبر كبير جدا جدا. لازم حتى الناس اللي بتتفرج, الناس الطبيعية تفهم إن البنت بتبتدي يعني. أنا حالتي كانت كويسة عشان أنا بدأت وأنا عندي 4 سنين وبلعب بقى يعني. أنا كنت بهدل نفسي بلعب في الشارع مع الولاد, بيفرقش معايا. بس مش ده الكيس بالنسبة لكل البنات طبعا. فان انا ابدا امارس رياضه وانا عندي 12 و13 و14 سنه, انا كده بدات متاخر. فاوريدي الولد بيبقى سابق بان هو على طول بيلعب كوره, فالمهارات عنده على طول بتزيد. فدي حته المهارات, انه لازم الناس تصبر وتفهم انه البنت مش بتتولد تلعب كوره زي الولد. فدي حاجه. تاني حاجه لازم الناس برضو تفهم, وده برضو من اللعيبه, انه
انا دلوقتي لعيب كوره، لا انا لازم اتعايش في حياتي ان انا لعيب كوره، فابدا ابص لاكلي ولشربي والتمريني وللفتنس بتاعي وللنوم زي اي رياضه ثانيه الفتاه بتمارسها. بس انا شايفه انه ديت مشكله بقى عامه، هي ملهاش علاقه بالبنت والولد، يعني ممكن تلاقي برضو الولد مش مركز برضو في الحته دي، فدي حاجه عامه تمام عامه لازم هتفرق. طبعا لازم ننشر اللعبه نفسها على مستوى من، يعني نبدا بقى من جراس روتس اللي هو نبدا من سن 7 و8 عشان دي هتحل مشاكل كتير. وانا من وجهه نظري برضو انه عقليه المجتمع هتتغير شويه في الكره لو بقى في الفرق الجماهيريه عامله النوادي بقى عاملة نوادي. عندها جماهيريه مثلا زي، لاني انا هقول لحضرتك على حاجه، لو دلوقتي مثلا النادي الاهلي قال انا هعمل مثلا انا هعمل فرقه بنات، الاتنشن كلها حتى بتاع الميديا صح هيبقى على صح على على الناس ديت، وايميديت ليه هتلاقي الناس اللي ممكن تكون بتتريق شويه او كده هتلاقي انه لا انا بقى هبدا اساند عشان اسم النادي الاهلي بس لوحده. صح فطبعا صح دي حاجه هتفرق جدا جدا جدا. اتمنى الصراحه انه الناس تبدا تدرسها، يعني طبعا هو النادي الاهلي او النادي الزمالك او اي فرقه جماهيريه لما هيدخل حاجه زي كده لازم هيدخل وهو دارس الموضوع، وطبعا هينقل الموضوع هيختلف 180 درجه لو الفرق الجماهيريه طرح ده في النادي. وهنشوف طبعا يعني ما يجي وقتها وتكون الظروف مناسبه ممكن جدا نلاقي في السنوات القادمه ده يعني فرقه. وطبعا النادي الاهلي عنده الامكانيات ان يخلي اي لعبه عنده تنجح، اي لعبه عنده تنجح ان شاء الله ده يحصل ويحصل عن قريب كمان باذن الله. اسراء انت نورتينا وبنشكرك على وجودك معانا. اهلا بيك اسراء. هاخد رقمك لو تسمحي لي بعد الهوا علشان في رمضان بقى لو هتلعبوا انا عايزه العب معاك. انت تنوريني بجد. الموضوع صعد جامد يا اخوانا. الموضوع صعد جامد وحلاشها الدوره الرمضانيه مختلفه. متفقين متفقين اتفقنا. فاصل سريع ونرجع لسه معانا فقره اخيره مزبوط. وطبعا تاني بنقول عن المراه لان احنا النهارده بنحتفل باليوم العالمي للمراه. يا رب دايما دايما تكون في نجاح وتالق. في يوم المرأة العالمي لابد وأن نذكر العديد من النماذج الناجحة للمرأة المصرية في كافة المجالات بشكل عام والرياضة بشكل خاص. المرأة المصرية الرياضية كتبت اسمها بحروف من ذهب في التصنيفات العالمية في مختلف الألعاب، وبالطبع لم يخلو النادي الأهلي من البطلات المتصدرات للمشهد الرياضي. حاليا وعلى سبيل المثال وليس الحصر، ميار شريف في التنس وجيانا فاروق في الكاراتيه وثريا محمد في السلة ومروى عيد عبد الملك في كرة اليد المحترفة حاليا في فرنسا ويثرب عادل في الاسكواش وشروق فؤاد ونهلة سامح في الكرة الطائرة. للأهلي أيضا لاعبات سابقات حصدن العديد من الألقاب المحلية والقارية مع الفريق ومع منتخب مصر وواصلن مشوارهن الرياضي عقب اعتزالهن، مثل كابيتانو شريهان سامح إحدى المشاركات في بطولة العالم لكرة الطائرة للسيدات عام 2006 في اليابان. شريهان سامح هي إحدى أفضل اللاعبات في إفريقيا في كرة الطائرة وحصلت على الكثير من الجوائز مع الأهلي والمنتخب من بينها لقب أفضل لاعبة إفريقية. لم تبتعد قائدة الأهلي السابقة عن اللعبة عقب اعتزالها وهي حاليا عضو اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري للكرة الطائرة وتأمل في مواصلة مشوارها للنهوض باللعبة قاريا وعالميا. الحديث عن النماذج الناجحه للمراه المصريه لسه مستمر معانا. معانا بقى في الفقره دي وهي الفقره الاخيره قائده زي ما بيقولوا جوه الملعب وبره الملعب، ليها تاريخ كبير جدا في الكره الطايره، لاعبه في الاهلي والمنتخب كمان وهي عضو مجلس اداره. منورانا جدا كابتن شريهان سامح. صباح الفل. صباح الفل. كل سنه طيبه. وانت طيبه ربنا يخليك. اهلا بيكي، سعداء بوجودك معانا وسعداء بمشوارك الطويل المحترم الناجح المليان انتصارات مع النادي الاهلي. واستاذنك خلي ده يكون سؤالي الاول، يعني لو قدرتي، انا عارف ان هي ممكن ما تبقاش مهمه سهله، بس انت تلخصي لنا المشوار الطويل ده في كام جمله كده، تقولي ايه عن تاريخك مع الاهلي؟ طبعا يعني انا بتشرف ان انا كنت لعيبه في الاهلي ولسه الحمد لله بتشرف وهتشرف طبعا على طول. انا بدات اللعب في الاهلي في الناشئين وصعدت درجه اولى على طول من اول ما لعبت. الحمد لله من ساعة ما لعبت بقى وأنا حصلت على كاس مصر والدوري والعام كله الحمد لله، وشاركت بطولات أفريقيا والحمد لله حصلت على أغلب البطولات في النادي الأهلي بتقريبا من الصغيرين للكبار لحد ما بطلت سنة 2015. جميل ما شاء الله. طيب ممكن أسألك كده سؤال، أخرج شوية معلش بره موضوعنا.
بتشوفي ازاي برضو التغيير اللي على ارض الواقع، وهتكلم تحديدا في مصر هنا، فكره الاهتمام بالرياضه للنساء يعني وفي الاسر كمان، والوعي اللي حصل على ارض الواقع بحكم طبعا يعني تجربتك؟ طبعا دلوقتي انا شايفه ان يعني الاهتمام زاد بالرياضه النسائيه بالاخص. قبل كده كان طبعا الميديا والاعلام، كان طبعا بحكم التكنولوجيا كل ما بتتطور دلوقتي السوشيال ميديا بقى زياده جدا. الوعي عند الاهالي بقى متقدم. قبل كده كان زمان ممكن تلاقي البنات ما بيستمروش في اللعب كتير، دلوقتي ما شاء الله في بطلات كتير وبيلعبوا وبيستمروا حتى بعد الجواز، لسه في ناس بتستمر. قبل كده كان على طول تلاقي في مشكله في فرق البنات، اول ما البنت تيجي مثلا ممكن تدخل الجامعه او من ثانويه عامه يروحوا كلهم قاعدين، اول ما البنت تتجوز ممكن تروح قاعده على طول. دلوقتي كمان عشان بقى في اهتمام بالرياضه، وبقى البنات بقت زي ما بقوش هواه، بقى محترفين بعقود مع الانديه، الموضوع تطور خالص، وشايفه ان ده في صالح الرياضه المصريه جدا جدا. يعني انا عايز اقول حاجه انت ذكرتيها عشان برضو ما نهدرش حق الرجل. والله يبقى كتر خيرك بجد. والله يبقى اللي قلتيه ده في حته ان البنت بقت تكمل بعد تحديدا كمان ما تتجوز، ده ان رجع لشيء برضو يرجع للرجل اللي هي متزوجاه، المتفهم التقدمي الداعم. فبجد برضو زي ما بيتقال وراء كل ست يعني ناجحه رجل، فتحيه برضو للرجاله يا جماعه. والله يا جماعه ميرسي جدا، تعبينكم معانا. لا طبعا. طب انت حصل معاكي ايه بعد الجواز، ولا انت كنتي بطلتي قبلها؟ لا انا يعني اتجوزت ورجعت لعبت 3 شهور. ما كانش عنده اي بقى تحفظات؟ لا خالص، لان هو رياضي، هو برضو هو لعيب باسكت. كان في الاهلي ودلوقتي مدرب باسكت سله، فهو يعني متفهم جدا بصراحه. أكيد. ولحد دلوقتي هو بيدعمني. لما سبته وانا يعني بعد ما اعتزلت كنت في جهاز النادي الاهلي الدرجه الاولى لمده سنه، ودلوقتي دخلت في مجلس الاداره في الجزء الاداري، فهو يعني متفهم جدا بحكم برضو ثقافته الرياضيه من وهو صغير كان في النادي. فلا طبعا. الحمد لله الدنيا طبعا. احنا العيله كلها رياضيه، فالحمد لله الدنيا لذيذه يعني. كرة الطايرة بقى لو هنتكلم عنها، يعني محتاجة ايه علشان نقدر نقول تدعيم اكتر، بطولات اكتر على ارض الواقع؟ هو الحمد لله بالنسبة لأهلي الدنيا الى حد ما يعني يعني الحمد لله الدنيا ماشية، التدعيم في مجلس الإدارة كويس جدا. المنتخب برضو احنا يعني في الشابات والناشئات الحمد لله بأبطال أفريقيا، الدرجة الأولى أبطال أفريقيا، بس بقالنا فترة كده شوية الدنيا مش ظابطة، بس الحمد لله يعني بنوصل أكيد للثلاث مراحل اللي هم فوق، اللي هو الأول والثاني والثالث. بس شوية عشان بيبقى حضرتك عارف دلوقتي في السن يعني الكبير بطل والصغير طالعين. فبس انا شايفه ان التدعيم كويس، اعلاميا زاد جدا الضوء على الرياضه. احنا قبل كده ما كانش حد بيسمع عننا حاجه خالص. برضه نتيجه نجاحاتكم المتتاليه الحقيقه، يعني الكلام ده برضه ما جاش من فراغ، انتوا عاملين شغل كويس جدا. احنا تقريبا يعني ما فيش اسبوع بيعدي علينا غير لما نذكر انجاز. لا ايوه صحيح، حقيقي والله مش هو كمان يعني. الفولي في مصر الحمد لله رياضه يعني تعتبر من الرياضات النسائيه اللي بتحقق الحمد لله انجازات كتير، سواء في أفريقيا في العرب بنشارك في بطولات عالم وكاس عالم. فالحمد لله يعني أنا شايفة إن شاء الله مستقبل الكرة الطايرة إن شاء الله. طب أنتي قبل الاعتزال يعني وأنتي لسه مع الفريق الأول لكرة الطايرة، في مرحلة ما أختك الصغيرة اتصعدت هي كمان وبقت معاكي في الفريق الأول، وكنت أنت كابتن عليها. أيوة صحيح. كانت الدنيا ماشية ما بينكم إزاي؟ هي نهلة دلوقتي طبعا هي كابتن الأهلي ومنتخب مصر، اتصعدت معايا تقريبا سنة 2003. طبعا كنت حاسة برضو أختي صغيرة معايا، فكنت أبقى يعني نهلة تعالي هنا طب نروح نعمل. بس هي الحمد لله يعني شخصيتها من وهي صغيرة قائد يعني. فالدنيا كانت بصراحه لا هي حاجه لذيذه. واضح ان القياده عندكم في جينات العيله. بسم الله ما شاء الله، برافو. هو يعني الحمد لله احنا كلنا، حتى احمد اخويا كمان كان كابتن المنتخب، ف يعني الحمد لله احنا من واحنا صغيرين يعني زي ما بيقولوا قاعدين في الملعب على طول ليل نهار. والدي ووالدتي رياضيين برضو، فالحمد لله الرياضه تقريبا واخده تقريبا كل حياتنا جنب التعليم. فلا انا كان شايف ان احنا معايا في الفريق كانت برضو بتديني احساس ان انا مش بعيده عن البيت برضو. طبعاً. يعني احنا بحكم الفولي عندنا احنا بنسافر كتير قوي سواء في النادي او المنتخب. أوكي. فلما يبقى حد معاك من العيله برضو لطيفه، حاجه لطيفه يعني. ايوه طب كابتن شريهان لو هنتكلم دلوقتي في موضوع ان احنا عايزين نشجع الاهالي ان هم
تحديدا البنات وهم صغيرين يخلوهم يمارسوا رياضه؟ يعني وزاره الشباب بالتعاون مع وزاره التعليم بالتعاون مع وزارات مختلفه بتدعم ده، وكمان فكره الرياضه في المدارس يعني مبادرات كتيره جدا بتتعمل عشان ده. برضو من حكم موقعك ازاي بتقولي مثلا زي نقاط معينه ممكن تحصل علشان نبدا نغير وعي الاهالي شويه ان هم يهتموا برياضه الفتيات تحديدا؟ انا عايزه اقول حقيقه بس ان الرياضه فعلا فعلا بتفرق في تكوين الشخصيه، في اسلوب الحياه، مش بس ان انا ابقى راحه تمرين وراجعه، لا خالص بالعكس. انا بس بحب اقول لهم في اول حاجه ان هو هيفرق خالص، يعني هيفرق بشكل كبير جدا في البنات اللي طالعه. هتبقى البنت قادره، يعني طبعا البنات الحمد لله كله بيتحمل مسؤوليه بس هتبقى زياده عليها، هتقدر تشوف الدنيا من منظور تاني خالص، هتكتشف ثقافات لو هي يعني وصلت لمرحله انها بتسافر مع النادي او مع المنتخب. فانا شايفه ثقه في النفس، قياده، كل ده بيدعم او يعني بيوفروا او بتوفروا بالزبط. الرياضه اعتماد على النفس، لان زي ما بقول ممكن تسافر فتره بطوله او معسكر بتقعد فتره بعيد عن اهلها لوحدها معتمده على نفسها. فوالله وبيشغل الشباب والبنات الصغيرين والولاد كمان عن حاجات كتير كتير ممكن يتعرضوا لها في السن المراهقه بالذات. فانا شايفه انها التزام وصحه كمان. الرياضه طبعا عامه بتدي للانسان صحه ونشاط، فانا شايفه ان دي حاجه مهمه. طبعا يعني اناشر كل الناس يا ريت ان هم الاولاد والبنات يخشوا الرياضه، مش شرط بولي يعني او طايره. انا شايفه ان الرياضه شيء جميل يعني. جميل. طب انت قبل ما تاخدي قرار وخطوه الاعتزال كنت مفكره في ايه؟ كنت مخططه يعني لايه بالظبط، وخصوصا قبل ما يوصلك خبر تعيينك في اللجنه المؤقته لاتحاد الطايره؟ والله انا اول ما بطلت كنت بدات خدت كورسات في التدريب، الدراسه الدوليه وحاجات والمحليه. كنت يعني هدخل مجال التمرين. تكملي برضه بس في تمرين بقى يعني او تدريب او. فكنت الحمد لله واخده ان انا بعد الاعتزال على طول اكمل في الرياضه، لان انا يعني الرياضه تعتبر حياتي. يعني انا من وانا صغيره خالص تقريبا من 6 سنين معرفش يعني ايه الملعب الفولي بس. فكنت واخده القرار الحمد لله، والحمد لله خلصت والدنيا كانت ماشيه معايا كويس ان انا عرفت ادخل اكمل. دخلت جهاز الاهلي، وبعدين بقى اللجنه الاولمبيه رشحتني ان انا ابقى في اللجنه المؤقته بتاعه الاتحاد دلوقتي لحد الانتخابات بعد طوكيو ان شاء الله. طب لو اتكلمنا مقارنه برضو علشان انا عايزه استغل وجودك بالثقافه اللي عندك والبوزيشن بتاعك اللي بكرره في كل سؤال، هنقارن دلوقتي يعني الرياضه في مصر ورياضه في الغرب. احنا كان في جاب بصراحه كبير زمان طبعا. دلوقتي فعلا ما بقاش في الجاب ده، لان هنرجع نكرر الكلام ده ان ده واقع من بدايه اهتمام القياده السياسيه بالرياضه، وزي ما بنقول كده فرضها بشكل ايجابي جدا ابتدى المجتمع يتغير كله. صحيح. فدلوقتي لو قارنا نفسنا بالخارج في اللي هي الدول اللي الرياضه جزء زي الاكل والشرب عندهم، احنا واصلين لفين؟ مش يعني طبعا احنا زي ما حضرتك بتقولي كان في جاب كبيره جدا جدا لدرجه ان احنا كنا يعني ما بننافسش حتى خالص. لا دلوقتي بقى في منافسه، الموضوع تطور شويه. لسه طبعا مش هقدر اقول وصلنا، لان هم هناك برضو الدنيا زي ما حضرتك بتقولي بالظبط، احنا في الطريق. هم هناك الدنيا عندهم مختلفه كمان، مظبطين الناحيه العلميه مع الناحيه الرياضيه. احنا الحمد لله بقى لنا فتره الموضوع بدا يتظبط ما بين وزاره التعليم ووزاره الرياضه. بقينا نوفر للعيبه يعني يبقوا مستريحين، مش بلعب بقى تحت ضغط انا طب هسافر البطوله ولا همتحن، طب لو سبت البطوله طب هكذا. فدلوقتي في تعاون جامد ان ممكن لما تيجي تسافري وزاره التربيه والتعليم ممكن تاجل الامتحان او بتاخره او يعني بينسقه ما بين وقت البطوله لحد كبير. بالظبط. فانا شايفه ان ده يعني هيخلينا نطلع لقدام شويه. زي بره تدريبات معسكرات زياده دلوقتي زاد طبعا، تنظيم البطولات الكتيره جدا ده برضو بيخلي الخبره عندنا كويسه، واحتكاك مع الفرق الاوروبيه بيبقى صح. بيدينا دافع وبيدينا خبرات وبيعلي مستويات طبعا. حلو. في كل الالعاب دي حاجات كلها ايجابيه وكلها بتبشر بان احنا فعلا هنوصل بقى للمرحله اللي نهاوند بتتكلم عليها طالما اتحطينا في التراك الصح. صحيح بالظبط. نورت الدنيا. ميرسي جدا وسعدنا جدا جدا بوجودك، ونتمنى لك كل توفيق. ميرسي. انا اللي سعيده جدا، وميرسي ليك وربنا يخليكم. شكرا ليك كابتن شريهان. وانا هسيبك تختم بقى مع جمله حلوه كده او يعني رساله للمراه. اجمل التهاني وارق الامنيات للمراه المصريه في كل مكان. انت ست مش ما فيش زيك في العالم كله، قلناها يعني بنكررها وهنختم بيها حلقه النهارده. الست المصريه
تتحط على الراس من فوق. كل سنه وكل حضرتك الله عليك. ايه رايك المشاعر الحلوه؟ المشاعر غرقت الحلقه. كل سنه وانتم طيبين. وانتم طيبين، ميرسي، ربنا يخليك.